يا جماعة ما نعرف شنو اللي صار لأنا ما جاني هالجليتش. يا جماعة شوف هالجليتش قاعد نسقط في العالم حتى الباك جراوند. شنو هالجليتش هذي؟ السلام عليكم، اسمي منور. اليوم في جيم بلاي للعبة يوكاليلي اند ذا امبوسيبل لير. كيف حالكم يا جماعة؟ هذه لعبة لعبة في البي سي. هذا كونتينيو وندخل للعالم الورد ماب. هذه اللعبة خرجت مؤخرا في شهر اكتوبر، كنت انتظرها. يوكاليلي كانت اول ما خرجت، يوكاليلي لعبة اسمها يوكاليلي خرجت سبيريتوال سكسيسور لبنجو كازوي الرير. الآن هناك رير تابع لمايكروسوفت، كثير من الموظفين خرجوا منها وبعد مدة سووا بلايتونيك جيمز وقالوا هات نسووا لعبة بنجو كازوي أخرى لكن بشخصيتهم. دونك عملوا يوكاليلي. يوكا هي هو شسمو الحرباء الخضراء، وليلي هي الخفاشة البنفسجية. والبوس مرة هذه نحلة كبيرة، كابيتال بي، لا اسمه كابيتال بي هكا. وكانت اللعبة لعبتها بيوكاليلي ما عجبتنيش كثيرا، يعني مقارنة ببنجو كازوي حسيت عالم كبير ومللت بسرعة. لكن هذه اللعبة عملوا الانسبيريشن بتاعها دونكي كونغ كونتري، اللي هما ايضا رير. دونكي كونغ كونتري على السوبر نينتندو هما اللي قاموا بها. والان صحيح هناك دونكي كونغ كونتري يعني تروبيكال فريز وريتيرنز اللي قامت بها ريترو جيمز، لذلك هم نوعا ما عادوا لذلك الاسلوب. لعبة 2D، لعبة 3D و 2D. زحمة بس هناك لودينج سكرين، حسيت انا افسر لكم هذا. وكانت رائعة، ليست مثل، هناك كثير من الاختلافات لكن كانت جيدة واستمتعت بها. قد نلعب نلعب نلعب، قلت نسوي زوز جيم بلايز يا جماعة ان شاء الله. هذا الجيم بلاي اول سألعب عادي، والجيم بلاي القادم سألعب آخر ستيج اللي هو أصعب ستيج. بس أنا لحظة برك سأوريكم إياه. وهو الورد ماب، وورد ماب 3D، ليس يعني عادي، وورد ماب عادية. هذا ستيج هذا اسمه امبوسيبل لير. هذا ستيج صعب 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 جدا، يعني أنا أقصى شيء وصلت له 11% عن زوز اتمبس. لكن مش حتى تقوم بذلك الستيج لازمتني اخذ نحل. النحل هذا سيساعدني عندما اخذ ضربة النحل يذهب، لن تأتيني ضربة الى يوكاليلي. يعني يمكنك ان تهزم لعبة من اول مرة، هذا اللي عجبني. تجم لعبة تهزمها وقت ما تحب، كما في ذا ليجند اوف زيلدا بريث اوف ذا وايلد. يمكنك ان تذهب الى الفاينل بوس متى ما تريد، لكن ستكون ضعيف، 3 قلوب، لسه لديك اسلحة واكويبمنتس قوية. يعني لازمتك تمشي تلعب ستيجز الاخرين، مثلا هذا ستيج تاخذ فلوس حتى تذهب الى الورد. بس انا من الورد ماب حكون الورد ماب حتى تفتحها، انا فتحتها كامله الورد ماب. اول شيء اخر اللي عجبني في اللعبه الورد ماب بتاعها كبير وفي كثير من البازلز، فيها كثير من البازلز، لذلك ما نحبش نحرق عليكم اي بازلز. انتم وحدكم اذهبوا العبوا هذه اللعبه واكتشفوا من كل، حتى تفتح هكا حتى تفتح تجدون كثير من الاشياء. يعني هناك هذم التوينكس تاخوهم حتى يعني تقوي، مثلا تقوي تصعب روحك اللعبة، مثلا تلعب مقلوب تلعب الكاميرا مقلوبة، أو مثلا تسهلها تعطي قوة أكثر ليوكاليلي. وهناك أشياء لا تؤثر، مثل هناك الفلترز، مثلا تلعب جيم بوي يعني فلتر جيم بوي ولا فلتر ريترو جيم هكا. بعض الفلترز مثلا فلتر نينتندو 64 كما من بها يوكا 64. ممكن اللعبة هذه يعمل فيها برشا حوايج، يعني التنويع حاجة ما عملوش فيها لعب أخرى كي عجبني فيها. وآخر حاجة حاب نقولها قبل نبدأ نلعب، مثلا استنى حتى نبدأ من الأسفل. مثلا هذا ستيج، لحظة لازمت نوريكم، نضربه هكا. مثلا أنت تأتي هذا الستيج ستبدأ تلعبها فاكتوري فرايت، اوكي في الاصفر فاكتوري فرايت عادي. بعد بالبازلز تفتح بازلز، مثلا جبت هذا الماء وننزل هنا. بعد ما جبت الماء، الماء يمر الى ستيج، عندما يمر الماء في الكتاب
ستيج يتغير ويصبح فلودد، يعني ستيج تلعبه هناك زوز فيرشنز، وانت حسب الورد ماب، حسب ما تفعله في الورد ماب تغير ستيج. وذلك ما يعجبني كثيرا، يعني كل ستيج تلعبه مرتين، وكثير من الاشياء المختلفة. مثلا هنا تقوم بكثير من ال، يعني تقوم بهذا البازل حتى تفتح هذا، يمكنك ان تشغله قبل، واصبح هناك جزئين، جزء عادي وجزء عندما يكون هناك كثير من الوحوش. أنا هذا التفسير، إن شاء الله عاش وقتكم للعبة. الآن سأذهب إلى ستيج لم ألعبه، ليس هذا، نمشيو مثلا ماني زوز فروزن، فروزن محبش فروزن، باش نعمل سألعب هذه هازارد هانجر، باش نمشيو ولا نعمل وارب. الموسيقى حاجة أخرى، الموسيقى هوني رائعة جدا زادا، يعني كثير من الموسيقى استمتعت بها وأنا ألعب، وحقا حسيت هذه لعبة نينتندوية. أيا نبدو نلعبو، نشوفو الكنترولز وكل شيء، انتر، إن شاء الله مفهميش لودينغ سكرين تكون طويلة كمثل مثل الساعة. فهي هنا بدأنا، وكان هناك يوكاليلي، يعني كذا تشيك بوينت، تجم تسجل آخر الحرب. بدأنا نجمو نستعملو ال شو اسمه ال ده هناك الانميز، على هذا ليفل صعب شوية يعني في الأخير الاسم الأول. عندك هنا الريشات وما كل الفلوس يعني في اللعبة، عندك نجم يضرب، نجم نعملو دحرجة كما في دونكي كونغ، نقفزو نضربو باش نعملو نوعا ما جلايد صغيرة. وهناك أيضا ستامب واللسان حتى نحمل الأشياء، اظن هذا مو معه، هذا مو جميع الحركات نتاعو. اذا ضربت ليلي استنى، مثلا هوني او الشوك، كي نضربو في الشوك ليلي تذهب، وحنا زبط ناخذوها هوب، وكي ما ناخذوهاش نجمو تنجم تهرب بعد يوكا يموت. ليس هناك ون ابس في اللعبة، لكن الاسرار يعني الكوينز مخبأة كثيرا، يعني مخبأة ساعات جيدا صعب يعني تجدها، كيما البوزلز في دونكي كونغ. لازم تكونوا منتبهين للورد ديزاين، الورد ديزاين زاد جيد باش نعمل ريستارت. الورد ديزاين جيد كيما في دونكي كونغ، كل شيء لديه معنى، يعني فماش بلاتفورم، نادرا تجد بلاتفورم تطير في الهواء، كل شيء مربوط. وفما هذم الاشياء نعش وقتني هذوما موجودين في اللعبة الأولى، في اللعبة لازمك تاخوهم، لكن هنيا هنيا فقط إن يعطيوك ريشات زايدة، لسه إجباري إنك تاخوها، لكن الريشات تستحقها حتى تفتح أشياء في العالم ال سيدي. استعجلت ليفل هذا صعب شوية، وليس ليفل عادي، لازمك تستنى، نكره نستنى. ومرينا من هيك الواحد ستيجي مثلا ساعات بعض الاشياء ساعات او هوني حاجه مخبأة من فوق، يعني كان كسرت هذوما، كان كسرتهم راني ما كنتش نجم نطلع، وكزمت نكسرهم باش نجم نطلع. هوني باش نعملو كذا هكا، وين نسحقوها باش نجم نتعداو ناخذو اول كوين. يعني كم من مره البيسيس تكون محبوسه بصندوق، اذا تكسر صندوق ما نجمش نصعد. اوكي الأغنية جيدة بصراحة. وات نجيب انا ذا بويزن لو نجم نسبحو في لا ما نقدرش نعاود من هنا. بعدنا رجعنا، مش لازم ناخذ هيك الريشة، حبش نعاود نموت ناخذ الشيك بوينت. خاطر نجم نعومو في اللعبة، لكن هذا الماء مسموح، ما فما شيء من فوق، عشان نسحق شي صندوق نسحق، انا مش ناخذو نكسروا هذا الجرس، لو كان تهرب عليه ليلي نستعمله باش تجيب ليلي مرة أخرى. ممكن المكان الفوق نذهب له بالفيرشن الثانية متاع اللعبة، بس أنا بعد نلعب. وقمت استعجلت كي العادة نستعجل. إذا يكون على خاطر الكويلز تكوني عادي تموت، يعني اللعبة تكون صعيبة، يعني صعبة ماهيش هيك اللعبة اللي كيما ماريو، مثلا ماريو تصعب
كان نقوله في الاخير يعني. دونكي كونغ بالاول صعبه، اوب نهرب من هذه. توم زيت الزوز ثم الوحوش ولا كل واحد من نوع. علاش يعني نستعمل هذه؟ فما حاجه من فوق، فما حد شيء. ساعات نسحق اوب مش نكسر هذه، مش نعوض، مش نسهل على روحي. معليش نهبط ناخذ كريشة ولا مش لازمة؟ لا 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 وا طحت زلقت. اوكي اللي حب تشالنج تشالنج في العاب البلاتفورم، هذه اللعبة يلعبها. باه هذه باش نسهلوا على روحي. هذا هوب وا خسرنا نايلي، خسرنا نايلي، ما نجمش يا خويا. بعد التعليق نكون فما ممر الفوق وهكا نكرو. استنى يتيح قاعد يتدحرج او قاعد يتدحرج. باهي فما حاجة ما نجمش نوصل. من هوني. اوكي 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 هكا لا حزوني. ضربة أخرى ونموت أنا. لا 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 دون زونية كاتشي حتى في الاخرين، كل ليفل لديه الاغنيه نتاعو، ليس مثلا ماريو الاغاني تتكرر. هنا لدينا جرس ونجيبو ليلي. نايس لازم بدنا ناخذ تشيك بوينت. اوكي وين التشيك بوينت؟ ما فماش تشيك بوينت هنا. نايس 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 تصدي. زمتني نهرب، زمتني نجي من هكا. وات دز دي لازم نعاود هيك الكل. بح مرينا مرة هذي. لا 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 ما تدزنيش، هذا الوحش يدفعك بما هوني فما السم. السم يعني تموت بسرعة، لذلك سمنيش خليني ندزني. باه هوني فما اشواك نقفزو عادي. هوب الستيج بون ما جبليش ياسر خاطر كثير من الانتظار. يعني كل ستيج لديه ميكانيك معينة. به هذا الصيد، هذا هذا قاعد يرد كل واحد وكيفاش. هذا من الالوان بتاعهم، الازرق يحطك في نفس المكان لازم تاخوهم. هذا قاعد يرد الاصفر لازم يقعد الريش، الريش يتبع يتبع الاصفر يعني. الاخضر يحطه لك لازم تجري في جرته، والاحمر لازم تضربه برشا مرات. كل واحد وكيفاش. ما هوني فما ممر من فوق وممر اسفل. اظن ممر اصعب اسفل هو الاصعب. يب هذا هو الاصعب. لازم بدي نقعد هوني هكا مطبس باش ما يضربنيش الشوك. هوب ناخو هادي وزلتني بعد نرجع نطلع. المشكلة في الطلع. هوب تويكي جيد. معرفش هل عجبتكم اللعبة، ما حكيت هذا الكل عليها بحق ولا عجبتني يعني. ان شاء الله كان يعملوا جيمز اوارد نتاع بلاتفورمز. باه ممكن تربح ماريو ميكر، لكن اظن هذه بلاتفورمز افضل يعني. ماريو ميكر 2 يعني عش خيوني. فما حاجة من فوق، فما حاجة من فوق. باه نجمو نتعداو. بعد ناخذ هذه مسالش كنت طماع. وب هوب خلينا هيك مخليش نرفصني. قدرت تشيك من قدامي. طيب عملنا تشيك بوينت. هوب شارع تحت في الله. يكون واحد اخر ازرق زيد نمشي له. سأذهب فقط هكا تبحثوا عن الكوينز. كوينز وينو؟ اهو الاصفر اللي نحكي لكم عليه. بعد كيفاش نمشي له؟ ممكن كان عملت قفزه طويله ممكن نلحق له. لا غلط. بعد هذه ندفعها. وات وينا كيفاش؟ نسيت هنا عندنا نجمو نشتفو في ال في الباك جراوند وماشي حاجة. بعدين نحطلو
زبدتي المشكلة زبدتي ديما ننزل أمام ما نرجعش. باه تاخدو وكذا ولا أصبح سكرولينج ليفل نوعا ما. شفت شي سكرولينج ليفل لكن مفسر علاش يا ليلي يجيني. الحمد لله جاتني لك زبدتني هرب انا مخلي ما لقاتش تحتهم. اوه ما ضربش عليا يعني بالاي اي. انتظر حاكي ما حس او شفت شي ما انتظر اني اكون تحته حتى يضرب. هوني فما السر هوني فما السر. لاش لا فقط فقط هذا. ممكن يعطيني شي كوينز ساعات يعطيني كوينز ازرق. اعطانا ممر سري انا بدي نمشيلو بعد ممر سري. هيك المشكلة بتاعه لازم انت تلعب ليفل مرتين مرة الليفل السري ومرة ما غير ليفل سري. وعلى الاقل خذينا ثلاثة كوينز مزيد كوين الرابع من كوين الخامسة. الليفل السري بشي خلينا ناخو النحلة اللي في العالم في الورد ماب ليس في الكتاب. هذه النحلة باش ترجع للمكان. نشوف قداش غادي نحلة. نسيت عندي تو 21 يعني عندي الحق نضرب 21 مرة ومازال كثير. أظن هناك 40 أظن عاش قداش من نحلة موجودة. أظن يوصل 40 والله أعلم مو 30 أنا متوقعش 30. تو باش نشوفو بازل صغيرة. الورد باش يكون مقلوب لكن باش نمشيولو باش نستعملو هذا. استنى لحظة برك باه هذا هكا وهذا. استنى هي تقلب دور لازم ندورو من الاثنين. اوكي اوكم ديرو الزوز نجم نتعدى كو نمشي للورد من الجهة المعكوسة هونك. يعني السماء مش تكون الأسفل أظن هيك هيك هذا إيش معناته؟ ممكن هيك اللي تعلقنا فيها الآن سيكون الليفل الجديد سيكون ليفل سكرولينج ليفل. الليفل مقلوب ما نجيبش لنا مصاري في خطرها بالنار. بهذا سلطعون نقتلو عادي نمشي من هكا. إذا مخليهمش يضربوني فمك أوكي لازم نفجرها من فوق. هذا باش نجم نطلع زبطني نقفز فوق السيد هذا. اوكي كيفاش باش نطلع تو نجم نكسرها صحيح ما نجمش نطلع لا فم ممر فوق او ممر الاسفل. نايس خذينا الوعد ايه كوين وانتو نرجع من الاسفل. دونك هوني زادو ميكانيك جديدة هادو ما يتقلبو تو. زبليش استعجل زبليش استعجل وشعر زلق تو. اي اي استعجلت استعجلت. اخيرا عدينا ترى استنوا هذي تتقلب. نايس اوكي هذي هي اللعبة هكا تبدا. بعد انا قلت السنة قلت بالوحدة قملة ال اش كنت نقول انا يعني الليفل نفتح على تلعب نفس الليفل حتى الاغنية تتبدل يعني يعمل اغنية لكل ليفل. تخيلوا انتم كمية المحتوى يعني بطبيعة المغنيين يعني المغنيين العازفين يعني مش يصرفوا لهم مش يعطيهم اكثر فلوس تعبوا اكثر. اوكي واحد الاحمر زبطني مشكلة زبطني نجي من فوق ونضربه من فوق. هوب بعد هيك نجم نعملو سكيب. ما ندري باش نمشي بسرعة. هوني كان مكان سري الاسفل. اي 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 وزلقت مكوني مكان سري وكفا ما كوين الثالثة. نجم نعود نمشي لها تو نظلي بالاحمر لو كان تقفز فوقه يوصلني الى مكان اخر. وحلت ما خلينيش تعدى كسلطان مستر سلطة.
بعد عليه بلي ما تموت. ها زبدينا ننتظر بعدنا ونقفز بعد نقفز ونهرب من هكا. لما يعني مش نمشي لأسفل كسل طبعا مش في ضربني وهب وهربنا من هذا. فما هوني تعريشة في وسط هذا الأصفر أو الأصفر لازم نتبعه. تبعين نتبعه ونطلع نوصل فوق. كان هيك خذيتها راهو يعطيني واحدة كبيرة كي من هيك. طب سو مشيو برشا سلطعون برشا 500 سلطعون هنا. وقفز عليها قبل ما خرفصني وما حاجة من فوق عشان ما غير نضيع وقتي. سبيد ران اوكي باه نجم نمشي من اسفل وناخو هكا باش يعطيني ريش لكن لا ما نحبش ريش انا نحب فقط اذهب. شو كيفاش يزلق يا ربي شو كيفاش يزلق يا جماعة ما نعرفش شنو اللي صار لان ما جاني هالجليتش. اش ما شوف هذا الجليتش قاعد نسقط في العالم حتى الباك جراوند. شنو هالجليتش هذي؟ صار لسه ما جتنيش الجليتش في الالعاب. زه نسوا ما حطوش حاجه من اسفل راك خرجت اللي باين. نجم نعملها بلاك سكرين يعني نحل بلاك سكرين ونحطها انيميشن. شوف كيف يجري زبطني صنع ستارت نجمش نقتل روحي. اوب نجم نعمل هكا زيد عطف نجمش نعمل سكيب ليفل انيميشن ما نجمش نعمل سكيب زبطني نخرج. اباج معي الحظ بي ليس جيدا حبيت نوصل للاخير. ان شاء الله عجبكم يا جماعه الفيديو. ان شاء الله المره الجايه الفيديو القادم لهذه اللعبه سيكون فقط الفاينل بوس يعني اخر ليفل حتى نزيد ناخذ نحلات لانه 20 نحله اظن لن تكفيني. اتس مي من ماريو ومن الله.